السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه كويك برو، ده بيخليك تعمل تنظيم للأفكار، مايند ماب، إيه الحاجة اللي هتبقى إيه بعدها إيه وهكذا، ترتيب للأفكار بالشكل دوت. ومش كنت الوحيد إن هو حتى الآن بيشتغل على آب، بس ما بيشتغلش على الأندرويد، لكن هو صراحة الصور بتاعته الشغل بتاعه شكله جميل. فهو بيعمل مايند ماب أو تنظيم الأفكار بشكل حلو، وتقدر ترتبهم ورا بعض، ايه اللي يتم ورا ايه وهكذا. عجبني التطبيق، هو الفيديو بتاعه كويسه، تقدر تعمل ايديت بسهوله.